إسرائيل تعتبر دولة رقم 3 بالعالم من ناحية ابتكارات، هي دولة متقدمة جدا، إلا أن حصة المجتمع العربي من ذلك تكاد تكون صفر. هذا هو الدافع الأساسي، هذا هو الهدف الحقيقي من عقد مؤتمر بهذه النوعية، مؤتمر دولي، مؤتمر اللي كمان جمع الكوادر التربوية العربية الفلسطينية داخل إسرائيل بكوادر عالمية وبطواقم عالمية. نحن نحاول من خلال هذا المؤتمر ومن خلال المشاريع المستقبلية لمركز التربية الابتكارية في أكاديمية القاسمية أن نذوت، أن نطور ثقافة الابتكار في المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل. جميل. لذلك أولمبياد الابتكار ستسمعون عنها قريبا، لذلك دبلومة تأهيلية احترافية في مجال الموهبة والإبداع، ولذلك أيضا نحن نقيم مشاريع داخل المدارس، بدأنا نقيم مشاريع داخل المدارس حول طرق تدريس مبتكرة. اليوم نحن بحاجة أن نعلم بطرق مختلفة، بطرق مبتكرة طبعاً. بطرق تحاكي القرن 21، تحاكي التكنولوجيا وتحاكي الاحتياجات الحقيقية.